فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في أحد المساجد يوجد حلقة لتحفيظ القرآن، وإذا حضرت الصلاة، صلاة الفريضة، اجتمع الطلاب في تلك الحلقة مع معلميهم، وصلوا خلف الصفوف في حاجز زجاجي غير متصل مع الصفوف الأولى، يقول: هل صلاتهم هذه صحيحة ومشروعة؟ ما داموا داخل المسجد ما يخالف، لا بأس، ما داموا داخل المسجد صلاتهم صحيحة. نعم.